فيما يتعلق بالسؤال حول التعديل الحكومي، اولا هذا الامر كما سبق ان قلت واكدت، السيد رئيس الحكومه اشتغل عليه وفقا للتكليف الملكي السام، وعمل على التواصل والتشاور مع الاحزاب المعنيه بهذا المشكلة الأغلبية الحكومية، وبلورة مشروع مقترح. النتائج المرتبطة بذلك هي مؤطرة بأحكام الدستور التي تنص على المقتضيات المتعلقة بالتعيين في الحكومة والإعلان عن ذلك، ولهذا كل ما يتعلق بهذا الأمر مؤطر بأحكام الدستور، والإعلان عنه يخضع لتلك الأحكام. وبالتالي السؤال حول النطق الرسمي ومن سيتحمل المسؤولية وكل ما يتعلق بهذا الأمر، المعلومات هنا عند السيد رئيس الحكومة، وهو الذي يعني كما قلت اشتغل على هذا الموضوع، بالتالي ليس هنالك أي معلومة رسمية يمكن التصريح بها في هذا المجال. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.